السلام عليكم. في سنة 1968 يدشن الرئيس الراحل هواري بومدين أول مصنع لإنتاج الحديد والصلب في شمال إفريقيا. في هذا النوع من أصناع المصانع يوجد ما يسمى بالفرن العالي، وهو المكان الذي تنصهر فيه كل المادة تاع الحديد ليصبح صلبا. وكان من بين أكبر الأفران في العالم الذي أقيم بهذا المصنع. هنا نشاهد رئيس اتحاد السوفيتي أليكسي كوسيغين الذي كان رئيسا آنذاك مع الرئيس هواري بومدين أثناء التدشين. هنا الاتفاقية، التوقيع على الاتفاقية. في سنة 2020 يعني لهذا السنة تقرر تهديم هذا الفرن وإعادة بناء فرن جديد بعدما أصبح غير صالح للاستعمال، وتسبب ذلك في تعطيلات متعددة خلال السنوات الأخيرة. وتم عودة المصنع إلى العمل لمدة 4 شهور، أعيد افتتاحه، وتقرر رسكالة كل المواد التي كان يتكون منها الفرن العالي هذا، رسكالتها في المصنع بدأت. والسلام عليكم.